هلا وسهلا، حياكم الله. وصفتنا اليوم جدا لذيذة من المطبخ المغربي، شوربة الحريرة. وراح استخدم وصفة اليوم لحوم مبردة من شركة الريف الثلاثي. يلا نبدأ الوصفة. زيت، سمن، بصل، واحمسهم واضيف اللحم واشوحهم. اضيف الطماطم، اضيف معجون الطماطم، اضيف الكركم والقرفة، اضيف فلفل اسود، اضيف الملح واحركهم. اضيف الموية، اغطيهم واتركه لين يستوي معنا اللحم. نوريكم بعدها الخطوات الثانية. بعد ما استوى اللحم اضيف العدس، اضيف الشعيرية، اضيف الكرافس، اضيف الكزبرة، اضيف البقدونس، اضيف الحمص واحركهم. اغطي عليهم واتركهم 10 دقائق لين تستوي معي باقي المكونات. بعد ما استوى معي العدس والحمص اضيف الان طحين مخفف موية. بكذا الشوربة صارت معنا جاهزة. الان نشوف كيف راح نقدمها. وبكذا انتهى طبقنا لليوم. شوفوا كيف الجمال، تبارك الرحمن. اجرب الان معكم، لازم تجربونها. بالعافية علي وعليكم.